يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مشروعية تغيير المكان لقضاء الصلاة الراتبة بعد الفريضة أو لأداء الصلاة الراتبة بعد الفريضة؟ لم يثبت هذا، لا مانع أن تصلي في مكان الفريضة، ما ثبت الانتقال من مكان إلى مكان. نعم. إنما الإمام هو اللي قاله أنه ما يصلي في مكان المحراب لئلا يظن أحد أن الصلاة ما انتهت. الإمام هو اللي يغير المكان، أما غيره فلا معنى. نعم.